معايا الاستاذ حسام فريد رئيس شركه الفريد وايلر. مساء الخير يا استاذ حسام. مساء النور استاذه لميس. اهلا محمد. اهلا بك. انا عارفه ان انتوا ايضا بتشتغلوا في هذا المجال او يعني شغالين في اغاثه القرى المنكوبه. قولي بتعملوا ايه بالظبط يا فندم؟ احنا من يوم الجمعه اللي فاتت كان في تواصل ما بيننا وما بين سلاح المياه على اساس ان هم المسؤولين عن النسح في المحافظات والمياه اللي موجوده بالذات في محافظه البحيره ومحافظه اسكندريه، وتم الاتفاق على تصنيع 8 وحدات ينزحوا 6500 متر مكعب ميه في الساعه بحيث ان احنا نبتدي بيهم. دي وحدات نقالي بتتحرك مع العربيات، بتتربط في العربيه على مقطوره، فممكن التحرك بيها في كل المحافظات وليس المحافظتين دول فقط، ولكن الاكثر احتياج في الوقت الحالي هم المحافظتين دول اذا كانت البحيره او اسكندريه. وان شاء الله التسليم المبدئي لاول 3 وحدات هيكون بعد بكره باذن الله، وخلال اخر الاسبوع ده هيكون الـ8 وحدات كلهم متركبين، بالاضافه الى ان احنا النهارده كنا بنتكلم معها العربيه للتصنيع اللي عامله التجهيز 50 وحده اخرى بحيث ان هي تبقى موجوده كلها وتبقى موجوده في كل المحافظات جاهزه للتسليم. واحنا بنعمل كل الوحدات دي بالتنسيق مع الجهات المعنيه في هذا الموضوع لسرعه النسح، وان شاء الله خلال يعني الاسبوعين 10 ايام الجايين مشكله المياه في اغلب المحافظات تكون ابتدت تنتزع بسرعه. بتبيعوا الوحدات دي بسعر ايه؟ لانه الوضع صعب. بالتكلفه. يعني بالتكلفه هي الوحده مش الترومبه فقط، الوحده بيبقى فيها الترومبه، بيبقى فيها محرك ديزل، وبيبقى فيها شاسيه نقالي، كل حاجه من دول في مصنع بيصنعها، واحنا يعني تعاوننا مع المصنعين اللي بيصنعوا الكلام ده واتفقنا معاهم ان احنا كلنا هنورد معداتنا ومنتجاتنا بسعر التكلفه كمساهمه في المشاكل اللي موجوده منا ونوع من المسؤوليه المجتمعيه اللي واجب علينا.